السلام عليكم العائله، دايرين لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كل اموركم تكون كلها بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا واحد الكيك اللي خطير، صراحه صاوبته ماما البارح وعجبني عجبني عجبني عجبني، دونك قلت والله ما نبخل عليكم به وغادي نحضروه اليوم بمقادير بسيط. اللي زايد فيه هو انه كيجي مسقي، يعني بحال كتاكلوا واحد لاطاخ، بحال كتاكلوا ديك لاطاخ ديال الفلوم، دونك لو غو كيجي خطير. يلا حنا ندوزو دابا المقادير، مقادير بسيطة ماشي شي حاجة كثيرة وفي متناول الجميع، دونك يلا ندوزو نحضروه. ضروري اللي مدافور تقلق قد ما تخرشش وداكشي باش يجي يصفط فيه تخرشش. يلا حنا ندوزو دابا باش نصورو المقادير. كوكو الفاميلا، كيف ما كتشوفوا دابا دزنا نصاوبوا الكيك. غنشارك معكم المقادير هما الاولين. خدينا هنايا كاس لاروب ديال سنيده، خدينا نص كاس ديال الزيت، عندنا واحد سكر ديال الفاني و دو شاسي ديال بيكين باودر او الخميره ديال الحلوه ولا كل واحد شنو كيقول ليها. عندنا هنايا من هذا الحليب غادي ناخذوا كاس ديال الحليب فقط. هنا خديت هذا المول درت فيه قبيصه ديال الملح، ثلاثه ديال البيضات، وغادي نحتاجوا لاكاناش. هاد المقادير اللي غادي نوريكم دابا، دونك هنايا خديت مكعب كبير ديال الزبده، خدينا مكعبات ديال الشوكولا. عندي هنايا كاكاو كيف ما بغا يكون، انا حيت له لا مارك، ما ياخذوا اللي بغيتو اي ماركه بغيتو. وغادي ناخذوا نص كاس ديال الحليب في هاد لاكاناش. هاد لاكاناش هي اللي كتعطي ديك الكيكه كتجي مسقيه وكتجي واحد الكيك ديفيرون على الكيك اللي حنا مولفين ناكلو، دونك كتجي مرويه ومسقيه فكتجي غزاله غزاله، كتعجب الصغير والكبير. بالنسبه للشوكولا اللي درت فيها درت غير هذا، وكل واحد يستعمل الشوكولا اللي بغى. المهم هذا هو الشوكولات ديال الحلوه، مي لاكاناش كل ما كانت الكاليتي ديال الشوكولا زوين، دونك اللي عنده الامكانيات ياخذ شوكولا زوين قبال غالاكسي، شي حاجه شوكولا اللي كيكون فيه الكاكاو زايد، ما كيكونش فيه السكريات والزبده، كتجي غاناش غزاله بزاف. يلا حنا ندوز باش نحطيت هذيك لاكاناش في بان ماري باش تدوب. كيف ما كتكون مكعبات ديال الشوكولا، مكعب ديال الزبده، ونص كاس ديال الحليب، وغادي نخدموها في حمام مريم يعني بان ماري. وغادي ندوزو دابا باش نخلطوا الكيك ديالنا. كيف ما كتشوفوا دابا غادي ناخذوا هاد ثلاثه ديال البيضات. بالنسبه للبيض الى طحت لي الشارك، البيض الى عندكم البيض كبير فخذوا غير جوج، حنا البارح صاوبناه غير بجوج، دونك اليوم غادي نصاوبوها بثلاثه حيت البيض كان البارح كبير. غادي ناخذوا هاد ثلاثه ديال البيضات. الا كتخدمي الكيك ديالك عادي بحال اي كيك، لا ديفيرون اللي كاينه هي ان كنزيدوا هذيك لاكاناش باش كيعطينا هذا، باش كيعطينا ديك الناس هذيك الرويه، كتجي الكيك مرويه. دونك غادي نخدم البيض مع السكر ديال السنيده مع الفاني، وانا ما كنخدمش بالمولينكس، راه ديما قلتها لكم ديك الروينه ديال المولينكس ما كتعجبنيش، فهذيك لا مارك ديال الميكسور اللي كنت شاركت معكم المره الفايته، فصافي هي باش كنخدم. غادي نضربوا دابا، غادي نضربوا البيض والسنيده وهذا، وغادي نرجع معكم. من بعد ما ضربت البيض غادي نضرب دابا الزيت، غادي نضيفو الزيت وغادي نضربو. قلت لكم ضربنا سنيده سكر فاني والبيض، غادي نضيفو دابا الزيت. من بعد ما ضربنا الزيت غادي نضيفو دابا الحليب. كنمشيو بهاد الطريقه حيت مابقاش الزيت كيعطينا ديك الخطوريه، دونك دابا غادي نضرب الحليب. صافي دابا هنايا طربنا الحليب، كملنا كاع اللازان غادي كلهم تخلطوا عندنا، دونك بقات هذيك لاكاناش اللي في البان ماري كتصاوب، وبقات الخماره ديال الحلوه راه مع الطحين، دونك ملي غادي تصاوبنا ديك لاكاناش غادي نخويوها حتى هي ونضربوها مزيان ونضيفو الطحين والخماره ديالنا وندوزو نطيبوها ونعاودو نصاوبو لاكاناش بوغ لا دوزيام فوا باش من الفوق عاوتاني تسقى بها. انا غادي نوريكم هذيك لاكاناش كيفاش كتصاوب. دونك لاكاناش ديالنا ها هي، كان درنا قلت لكم شوكولا مكعب درت العادي اللي كيتباع ب 4 دريال الحبه، درنا مكعب ديال الزبده ماشي ديال الفاميليا ولا الزبده ديال لابار، كتكون هي زبده حيوانيه كما زبده حيوانيه كيكون له بوفا زوين، ماشي بحال الاخرين ما كيعجبونيش في لاكاناش. لاكاناش كتبغي الصراحه الشوكولاتة يكون كاليتي وكتبغي الزبده تكون كاليتي. صافي وضفنا نص كاس ديال الحليب، ودابا كنضيفوا عليها كوبل ولا نسكوي ولا اي شوكولا بودر. ما عندكمش شوكولا بودر خذوا شاسي ديال الكاكاو
وديروها صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه لي. درناها سون سوكر راه حقا الشوكولا راه قلت لكم حلو اللي غايدير شي شوكولا كاليتي قلت لكم غاليه. راه ديك الساعه خصو يزيد شويه ديال الشوكولا الا كانت نسبه الكاكاو في الشوكولا كثير سكر شويه سكر. صافي هادشي اللي كاين. دابا نخليو لاكاناش ديالنا طيب. كيف ما كتشوفوا لاكاناش ديالنا وجدات. حنا ضفناها على الخليط وغادي نميكسيو كلشي. غادي نضربوه بالميكسور. هي راه خصها تبرد شويه باش ما يطيبش لكم البيض. دونك دابا غادي نضربوها بالميكسور وندهنوا المول بالزبده. نوريكم وديجا هاي دهناته ماما بالزبده وترش عليه الدقيق. هذا المول هذا ضروري غيجوني اسئله عليه. دابا كنشوفوا الناس هاد الكرانيت كيبقاو يسولوا. هذا المول هذا خديته من بيم الثمن شحال ماما؟ 30 درهم. دونك الثمن ديالو 30 درهم وزوين. يلا حنا ندوزو نخلطو حتى من بعد نرجعو معكم. كيف ما كتشوفوا دزنا دابا باش نديرو الدقيق. الدقيق كيبقى على حساب الخليط. دونك هي كتهز في هاد المقادير اللي درنا جوج كيسان جوج كيسان ونص. نقدر نصفى فيها جوج ونص ولا تقريبا 3 لاروب. المهم انتما كتسمعو قدو نوصلو فيها جوج ونص 3 لاروب على حساب. ويكون شاك طحين كاين طحين اللي كيشرب كاين طحين اللي مكيشربش. كلشي كيعرف لا تيكستور ديال الكيك يعني القوام كيفاش كيكون. صافي مي غادي نديرو الطحين وغادي ندخلوها للفران. طيب الله كلشي كيعرف يدير الكيك كلشي كيعرف مع المبتدئات مع البنيات الصغار اللي باقيين عاد بادين مع الناس اللي كبار وعارفين راه. صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نحطوها هكا وغادي ندوزو نسخنو الفران وغادي نصاوب لاكاناش تانية. لاكاناش تانية بحال الاولى بان ماغي. غادي نديرو فيه مقصو ديال الزبدة وغادي نديرو فيه مكعبات ديال الشوكولا نص كاس ديال الحليب. وغادي نديرو كلشي فوق البوطة مع واحد جوج ملقات ديال الكوبيل. وغادي نديرو كلشي فوق البوطة وغادي ندوبوها باش تجينا السقية ديال لاخر. دونك هاد لاكاناش كتجي مع لي كخيب كتجي مع لي بانكيك كتجي غزالة بزاف. يلا منطولش عليكم تنعاود نرجع لكم. دونك البنات من بعد ما تخدمات الكيك هذا هو القوام اللي حصلنا عليه واللي خص كلشي يحصل عليه هو هذا. دونك شفتو كتجي غزاله 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 بزاف. جربوها معليش ندمو عليها. وغادي تبدلو من الكيك المعتاد اللي كاين كيجي ناشف وتبارك الله كتجي طالعه. هاد الكيك هادي بالنسبه لشي بنات اللي كانوا كيقولوا لي الكيك ما كتجيش طالعه هادي كتجي طالعه واخا المول قصير. صافي دابا غادي ندوزو نطيبوها وحتى طيب غادي نوري لكم كيفاش غنسقيها وكيفاش غنزيدو نزوقها الفوق. غادي نديرلها شويه ديال الكوك مع ديك لاكاناش. صافي هادشي اللي كاين وهادشي واجد. كيف ما كتشوفوا البنات ها نتوما سقيناها بهاد لاكاناش هادي. دونك شو كيفاش كتجي شي غزاله من بعد ما طابت وقلبناها كتجي على هاد الشكل. ولا دخلتوها للثلاجه فكتجي احسن واحسن. دونك هذا هو الحله النهائيه ديالها. غادي نديرو شويه ديال الكوك وصافي لان كلكم عرفتوا الكوك كيتواتى معاها. صراحه حمقاتني جات فنه شلا داكور كتجي بحال شي طابلات بحال شي حاجه. وهي راه كتجي هنا كتجي مسقيه يعني كتجي راويه ماشي ديك الكيكه اللي كتجي ناشفه. صافي وصلنا للاخر ديال لا فيديو. بالنسبه للناس ديال القرعه اللي كيشاركوا في لي كومونتير انا اختاريت 5 ديال القنوات حطيتهم قنوات زوينه يستاهلوا المشاهده. بالنسبه يتفرجوا فيهم كاين قنوات ديال الدراري صغار وكاين قنوات ديال الناس كبار. معلومات طبخ المهم قنوات كلهم زوينين كلهم مونتاج زوين. نتمنى تدخلوا تشاركوا عندهم. هاد القضيه ديال الدعم غادي نحبسها باسكو كاين اللي كيتابونا وديزابونا ما عرفتش علاش بيناتكم كديروا السم والحقد وما فهمتش علاش. والله العظيم ما فهمتش علاش. جاوني ميساجات بزاف ديال ان كيدخلوني زابوني وكيخرجوا كيدخلوا كيخرجوا حشومه والله القسم الا حشومه. المهم الاخر ديال لا فيديو هو هذا. دخلوا شوفوا شكون فيكم اللي ربح. راه 5 القنوات. الا كنتو غادي تابونا وتخليو لي لك هذا لي كومونتير على انكم غادي تابونا عند بعضياتكم وباغيين الدعم سينو غادي نحبس هذا الشيء كامل. يلا بسلام عليكم.